أهلا بكم إلى تفاصيل الخبر. بعد أقل من أسبوعين على عودته من الجبهة، لم يجد الطفل وضاح وسيلة للحصول على القات إلا الهروب من البيت والعودة إلى الجبهة، جبهة القتال، وهذه المرة ستكون الأخيرة بزعمه، فهو ينوي البقاء هناك إلى الأبد كما أخبر عائلته. يعاني وضاح وعشرات الآلاف من الأطفال من إدمان القات والشمة والسجائر وبعض أنواع الحبوب التي تصرفها ميليشيا الحوثي الإرهابية للمقاتلين في صفوفها على سبيل التنشيط. وقال والد وضاح أن سلوك ابنه لم يعد كما كان قبل التحاقه بالجبهة للقتال في صفوف الحوثيين، مضيفا لم يعد يهتم بدروسه ومسلسلات الأطفال التي كان يعشقها. وبعد أن كان الطفل الخجول المؤدب أصبح يرفع صوته علينا ويجرحنا بكلماته وصار مدمنا للقات والشمة. إلى التقرير. جنون الطفولة أو البراءة المتوحشة واقع اجتماعي يكاد يكون ظاهرة عامة وواقعا اجتماعيا معتاد في مناطق السيطرة الحوثية، فمن بين 10 أطفال عائدين من المراكز الصيفية وجبهات القتال الحوثية، 7 غير متزنين عقليا، و9 مدمنين على القات والشمة والمنشطات والحبوب المخدرة، و6 يرغبون في القتال إلى الأبد، و3 مستعدون لقتل والديهم في حال مخالفتهم أفكار زعيم الميليشيا. وترتبط عودة الأطفال المجندين بجرائم القتل العائلي والعنف الأسري التي بلغت أرقاماً غير مسبوقة في تاريخ اليمن، لا سيما في موسم الصيف والمعسكرات الحوثية التي تستدرج الأطفال إلى مفاقس الإرهاب الحوثي. ويتعرض الأطفال المجندون إلى جرائم استغلال جنسي وجسدي لانخراطهم مع مقاتلين كبار في جبهات بعيدة عن رقابة الأسر وأعين الناس، بينما تعد البرمجة اللغوية العصبية ظاهرة أخرى تسم واقع الأطفال العائدين الذين لا يفتؤون يرددون عبارات مؤدلجة فكريا يتم حشو عقولهم بها في عمليات مسخ المخ وغسيل عقول الناشئة الصغار من القيم الفطرية الإنسانية السليمة. وتركز التلقينات الحوثية على صناعة أجيال متحررة من الضوابط الاجتماعية والقيم الدينية والسلوكيات الحميدة عبر غرس العديد من مفاهيم تمجيد العنف وربط الجريمة بمعاني البطولة والرجولة المبكرة. شكرا لي يا زملاء على هذا التقرير. ومشاهدين الكرام، حول هذا الموضوع رصدنا لكم فيه آراء الشارع نستعرضه سويا من خلال هذا الاستطلاع. ما تقوم به الجماعة الحوثية من تجنيد للأطفال هو مخالف لكل التشريعات والقوانين المحلية والعربية والدولية، بل ومخالف للفطرة الإنسانية التي فطر عليها الطفل، وهي الاستمتاع بحياته وبلعبه وبتعليمه وبدراسته. تجنيد الأطفال يعتبر جريمة بكل ما تحمل الكلمة من معنى، جريمة إنسانية، جريمة أخلاقية، جريمة تؤدي إلى بهذلة الأطفال وحرمانهم من الاستمتاع بطفولتهم، بل ويتم استغلالهم في عملية المخدرات، في عملية الأشياء الغير أخلاقية، حتى ممكن يتم استخدامهم في هذه السن لأشياء غير أخلاقية وغير إنسانية، وهذا مما يؤدي إلى أن الطفولة في اليمن تمر بمرحلة وأزمة خطيرة جدا. ما تقوم به الميليشيا الحوثية هو منبوذ من المجتمع اليمني بشكل عام، وهي تقوم باستغلال الأطفال في المعسكرات الصيفية لكي يعدونهم إلى الجبهات وأن يكونوا هناك تحت أمرهم، حيث يغسلون مخهم بأفكار شيطانية، أفكار ليس لها معنى، لأن عقل الطفل ما يتجاوز 8 سنوات 10 سنوات وهم يعبون تعبية خاطئة لكي يكون تحت سيطرتهم، وهذا منبوذ من المجتمع اليمني والدولي ومنبوذ من جميع الديانات. لهذا نطالب أن تكون هناك وقفة جادة في هذا الشأن، وأن يوقف الحوثيين عند حدهم بأي وسيلة كانت، حيث يستغلون أطفالنا. الميليشيات وعصابات الحوثي التي تستغل الأطفال، وخاصة الآن في المعسكرات الصيفية، جعلت من الأطفال هدفا لضياع مستقبلهم للتجنيد، فأصبح الطفل اليمني معرض لجميع الاستغلال، سواء كان في
على المستوى النفسي أو على المستوى التعليمي. فهؤلاء العصابة يجب أن تتخذ الأمم المتحدة القانون الدولي لحماية الطفل وحماية الإنسان اليمني. نلاحظ أن هذه الميليشيات لا قيم ولا أخلاق، وأيضا جاءت يعني بمنهج مختلف على المنهج اليمني، المنهج الإسلامي والمنهج ويعني المنهج الإسلامي وأيضا العادات والتقاليد اليمنية الأصيلة. فهنا نقول لابد إنه جميع الشباب وجميع الفئات، سواء كانت جميع الفئات بمختلف فئات المجتمع، أن يقفوا صفا واحدا وأن يعملوا لصالح الوطن اليمني، وأن يحموا الأطفال، يحموا براءة الأطفال، وأن يكون الطفل اليمني كبقية الأطفال في العالم. وبالنسبة لليمن بسبب الحروب، هذا أدى إلى أن هناك كثير من الأطفال لا يعيشون طفولتهم، وقد أجبروا أن يخوضوا معارك يعني تحت تحت مراكز وقوات يعني كثيرة. فنرجو أن يوضع حد لمثل هذه الأشياء، لأنها تعتبر مشكلة إنسانية خطيرة بحق الطفولة، التي يجب علينا أن نحس بهذا الطفل، بقيمة هذا الطفل، احترامه وحقوقه، ولا نتعدى على هذه الحقوق بإدخاله في صراعات وحروب. شكرا للزملاء على هذا الاستطلاع، وإلى نافذة حكاية بوست. أهلا بكم إلى هذه النافذة التي نرصد لكم فيها أبرز ما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، ونتعرف سويا على أصل الحكاية. وحكاية اليوم مشاهدين الكرام عن مسيرة الحوثي التدميرية للمساجد. تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، نستعرض لكم بعض منها، وبداية من زين العابدين الضبيبي الذي قال: لا يكاد يمر أسبوع منذ بداية الانقلاب لا يمارس فيه الحوثي عنصريته بإجبار المصلين على تقبل فكرته بقوة السلاح، ما أدى إلى نفور الناس من المساجد والتزامهم الصلاة في بيوتهم احتجاجا على عنجهية الفكر الكهنوتي. والدكتور حسن القطوي أيضا في تغريدة له قال: تجنيب المساجد ودور العبادة من الصراعات المذهبية والشحن الطائفي واجب جميع أبناء الشعب اليمني، والوقوف في وجه ميليشيا الحوثي الإرهابية التي تستهدف المساجد وواجب ديني وكذلك وطني. فارس عبد العزيز صالح أيضا قال في تغريدة له: تحت شعار محاربة أمريكا وإسرائيل، فجرت ميليشيا الحوثي الإرهابية المساجد ودور القرآن والمنازل، وقتلت آلاف اليمنيين، وزرعت آلاف الألغام، وفرضت الجبايات، واعتقلت المئات، وتفوقت على كل نظيراتها من الجماعات الإرهابية. مستشار وزارة الإعلام أحمد المسيبري قال في تغريدة له: ميليشيا الحوثي الفارسية ليست جماعة إرهابية فقط، بل جماعة إرهابية منحطة. تعالوا نشاهد كيف هي جماعة إرهابية منحطة، وما هو الفرق بين الإرهاب والإرهاب بانحطاط.